طلابنا الأعزاء، طلبة وطالبات الثانوية العامة، كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة بنبدأ مع بعض درس مميز جدا جدا جدا، الدولة في الجغرافيا السياسية. معكم مستر أيمن رضا عواد، معلم خبير جغرافيا بوزارة التربية والتعليم، على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، منصة التميز، منصة التفوق، أبنائنا طلبة الثانوية العامة. احنا النهاردة بنتكلم عن الجزء المهم جدا جدا، ألا وهو درس الدولة مع الجزء الثاني. درس الدولة في الجغرافيا السياسية، تعالوا نقف ونفكر شوية، نشوف خريطة العالم السياسية ونستنتج بعض نواتج التعلم اللي من خلالها نفهم الجغرافيا السياسية في نقاط متعددة. احنا بنقول الدولة، اتعرفنا قبل كده على تعريف الدولة وعرفنا ان الدولة في الجغرافيا السياسية، الدولة هي وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض، تضم سكان دائمين، تحكمها سلطة، سلطة عليا ذات سيادة. السيادة هنا الحكومة يا أولاد، تدير شؤونها الداخلية وشؤونها الخارجية. أركان الدولة زي ما احنا شايفين مع بعض على خريطة العالم السياسية، لو جينا نبص على خريطة العالم السياسية ولناخد مثال، عندنا جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية يا مستر هي دولة ذات مساحة، المساحة هنا يسكنها السكان الدائمين ألا وهم المصريين، تدير شؤونها، يعني عندنا سلطة، السلطة بتعمل إيه؟ بتدير شؤونها الداخلية والخارجية، وكمان يا مستر هي اللي بتحقق معاك السيادة. طيب إذا أركان الدولة وفقا لمفهوم الدولة، أركان الدولة وفقا للمفهوم هي أرض والشعب وسلطة، يبقى أنا عندي ثلاث أركان أساسية اللي هم إيه؟ الأرض والشعب والسلطة. بص حضرتك معايا على الخريطة، تعال نطلع مجموعة من الدول. إحنا عرفنا دولة وعرفنا كمان إن الدولة تختلف عن الأمة. لو بصينا مع بعض شوية وكبرنا المحيط بتاعنا، المحيط الإقليمي بتاعنا، ألا وهو الوطن العربي. إذا في فرق ما بين الدولة وما بين الأمة. اتعرفنا بقوة على الفرق ما بين الدولة وما بين الأمة، وعرفنا إن الأمة هي مجموعة من البشر غالبا لها أصل عرقي واحد، تعيش على رقعة من الأرض، الرقعة من الأرض لفترة زمنية طويلة. ولذلك يا أولاد كان في امتحان ثانوية عامة جالي سؤال ويقول لي إيه يميز الأمة عن الدولة، وكانت الإجابة يا أولاد العامل الزمني. إذن هنا في فرق مميز جدا، لازم حضرتك تعرف كويس جدا جدا الفرق بين الدولة والأمة، وتقدر تطلع نواتج التعلم مع منصة البث المباشر، هتقدر حضرتك تقدر تميز الفرق ما بين الدولة والأمة. عرفنا ان الدولة والأمة كلاهما يتطلب وجود سكان اللي هو الشعب مع الأرض، يبقى إذن العنصر الطبيعي والعنصر البشري هو القاسم المشترك ما بين الدولة والأمة. أما ما يميز الأمة، يميز الأمة العادات والتقاليد، يعني الناحية إيه؟ الإثنوغرافية اللي هي اللغة أو الدين. طيب الناحية الثانية الدولة يميزها إيه؟ الدولة يميزها السلطة، مفيش دولة بدون سلطة. ويمكن شفنا قبل كده إن في دولة متعددة اللغات، متعددة اللغات، لكن ما فيش أمة. مثلا لما نقول الأمة العربية، إذا اللغة اللي بتحكم الفكرة هي اللغة العربية. أما الدولة المتعددة اللغات مين؟ برافو عليك، فعلا هي سويسرا. إذا احنا عرفنا أن سويسرا دولة فيها أربع لغات رسمية، الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، الرومانشية. إذا لابد التفرقة ما بين الدولة والأمة في نقاط بسيطة جدا جدا، وبالنظر لخريطة العالم السياسي نقدر نميز ما بين ثلاث أنواع من الدول. تعال نبص على الخريطة، احنا عرفنا ان في عندنا حاجة اسمها الدولة المركزية. الدولة المركزية او الدولة الوحدوية كان لها مجموعة من السمات اتعرفنا عليها. اولا تجانس سكانها عرقيا ودينيا وثقافيا. طيب يا مستر هي تعريف الدوله الوحدويه المركزيه ايه؟ قلنا الدوله اللي فيها مجلس نيابي واحد، حكومه مركزيه واحده بتسيطر على جميع السلطات المحليه، يعني ما فيش عندك حاجه اسمها حكومه محليه او حكومات محليه وحكومه مركزيه، انت عند حضرتك حكومه واحده. الحكومه الواحده هنا هي الحكومه المركزيه الواحده اللي بتسيطر على جميع السلطات، سواء كانت في الولايات او الاقاليم او المحافظات او حتى المجالس البلديه، وتستمد المستويات الاداريه السابقه قررتها من الحكومه المركزيه. عرفنا خصائص الدوله،
المركزية، تجانس السكان، عاصمة هي القلب والنواة، طبعا معظمها ليست كبيرة المساحة، تتسم بالكثافة السكانية المرتفعة، قلة وجود العوائق. لكل قاعدة استثناء. تعال معايا، احنا قلنا ان الدولة المركزية مساحتها مش كبيرة، شايف الصين، شايف انها تكاد تكون من الدول العملاقة على خريطة العالم السياسية، ولكنها مركزية. يبقى اذا تخرج عن قاعدة المساحة في الدول المركزية الصين. طيب اليابان دولة مركزية وهي مجزأة بحريا، وعرفنا كده انها كده شذت عن الجزء الخاص بايه، بانها دولة قليلة العوائق. لا، اليابان دولة بها عوائق طبيعية لانها دولة مجزأة بحريا. اما النموذج المثالي للدولة المركزية، على طول بروح لفرنسا، الدولة اللي موجودة عندنا في القارة العجوز، اللي هي من اهم دول منطقة غرب اوروبا زي ما واضح معانا على الخريطة. اتحولنا بعد كده للدولة الفيدرالية، وعرفنا ان الدولة الفيدرالية هي دولة يعني حضرتك بتتكون من وحدات إدارية، قد تكون ولايات أو مقاطعات أو محافظات، وتكون هذه الوحدات لها نوع من أنواع الاستقلال الذاتي. خلي بالك، ممكن يجيب لي مجموعة يا أولاد مقاطعات في دول مختلفة، يقول لي مثلا منطقة مثلا سيدني في استراليا، طب ما انا عارف ان استراليا يا اولاد دولة فيدرالية، ويقول لي مثلا جزيرة مثلا تسمانيا في استراليا، طب ما انا عارف ان استراليا دولة فيدرالية، يروح يقول لي برازيليا في البرازيل، طب ما هي البرازيل دولة فيدرالية، اما يقول لي مثلا مدينة ليون، مدينة مثلا نيس، مدينة من فرنسا، اعرف على طول ان انا في دولة مركزية. برضو لما نقول مثلا طوكيو او اي مدينة من المدن المشهورة في اليابان، على طول اعرف ان انا في دولة مركزية. من أمثلة الدول الفيدرالية على خريطة العالم السياسية، بص معايا وركز كده على خريطة العالم السياسية، تعال نتعرف على أمثلة للدول الفيدرالية. عندي هنا لما شفنا قلنا استراليا، عندي الهند من الدول الفيدرالية، عندي البرازيل أيضا من الدول الفيدرالية، طبعا نموذج واضح لكل دول العالم ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم الدول، من أهم المناطق اللي معروف عنها انها من الدول الفيدرالية. اذا عندنا يا اولاد الدولة المركزية، الدولة الفيدرالية. الفيدرالية تسمى بالدولة المركبة. كمان نوع كمان هو الاتحاد الكونفدرالي. الاتحاد الكونفدرالي ده بقى يا مستر ايمن مميز جدا في ايه؟ ان حضرتك الاتحاد الكونفدرالي انضمام دولتين او اكثر في اتحاد تنظمه معاهدة. المعاهدة هنا بينهم بتحقق غايات مشتركة، بتبقى في تعهد بممارسة بعض السلطات، بعض الصلاحيات. وخلي بالك هنا السلطة المركزية، لما نيجي نقول في الفيدرالية السلطة المركزية، السلطة المركزية الأمور السيادية. طب السلطات المحلية، السلطات المحلية هناك الأمور الحياتية. وهنا هنقول مجموعة من الأمثلة اللي جت في امتحانات ثانوية عامة سابقة للتطبيق على هذا المثال. طيب كده اتعرفنا بسرعة على الجزء اللي سبقنا واتكلمنا عنه، اللي هو الدولة بمفهومها، الفرق بين الدولة والأمة، أنواع الدول. النهاردة مع بعض تعالوا للجزء الثاني المميز، العاصمة. ما المقصود بالعاصمة؟ وعاوز حضرتك تركز معايا جدا جدا جدا. العاصمة يا مستر هي المدينة التي تستقر فيها حكومة الدولة. تاني، المدينة التي تستقر فيها حكومة الدولة، رئاستها غالبا ما تتركز فيها السلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية القضائية. عندنا بإذن الله درس مميز جدا، الدرس الرابع في الوحدة الأولى، هيكلمنا عن النظام السياسي. أي دولة يا أولاد أركانها السيادية أو أركانها اللي هي بيقولوا السيادية أو التنظيمية، ثلاث سلطات أساسية: التشريعية ويمثلها البرلمان، التنفيذية وتمثلها الحكومة، القضائية اللي هي المحاكم بمختلف أشكالها. لما يبقى السلطات الثلاثة بتتمركز في مدينة معينة، اعرف على طول ان حضرتك امام عاصمة الدولة. يبقى المدينة التي تستقر فيها حكومة الدولة، رئاستها، تمام، رئاستها وغالبا ما تتركز فيها السلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية القضائية، سفارات الدول الأجنبية، المؤسسات الكبرى، أنت أمام ما يسمى بعاصمة الدولة. تعالوا ناخد مثال على مصر يا أولاد. احنا هنقول مجموعة مدن مصرية، هنقول القاهرة، هنقول الإسكندرية، هنقول شرم الشيخ، هنقول بنها، طنطا، أي مدينة تخطر على بالك، المدينة اللي حضرتك بتنتمي إليها، اللي أنت قاعد بتسمعني منها بعيدا عن القاهرة.
اي مدينه في مصر غير القاهره هي مدينه. طب ما القاهره يا مستر مدينه، بس القاهره هي العاصمه. طيب ايه يميز القاهره عن اي دوله او عن اي مدينه من مدن جمهوريه مصر العربيه؟ هي المدينه التي تستقر فيها حكومه الدوله، رئاستها، وتتركز فيها السلطات الثلاثه، التشريعيه، التنفيذيه، القضائيه، سلطات الدوله، سفارات الدول الاجنبيه. سلطه الدوله موجوده في مدينه واحده، يبقى انت على طول امام عاصمه الدوله. المؤسسات الكبرى، المؤسسات الكبرى طبعا السفارات، الهيئات، الجامعات الكبرى، يعني كل المؤسسات الكبرى دائما وابدا ما تكون في عاصمه الدوله. ثاني، ما هي العاصمه؟ العاصمه هي المدينه التي تستقر فيها حكومه الدوله. رئاسة الدولة، تمام؟ رئاستها موجودة فين؟ في عاصمتها، وغالبا ما تتركز فيها السلطات الثلاث. يا مستر، ايه السلطة التشريعية بعد إذنك؟ وممكن تسمعها باسم تاني، المؤسسة التشريعية. يبقى المؤسسة التشريعية هي السلطة التشريعية. المؤسسة التنفيذية، المؤسسة التنفيذية طبعا هي السلطات التنفيذية ممثلة في الحكومة وبعض الإدارات المحلية كالمحافظات في مصر. السلطة القضائية، سفارات الدول الأجنبية والمؤسسات الكبرى. طيب بعد ما تعرفنا على التعريف الأشهر لمفهوم العاصمة، إذا العاصمة هي مدينة، أي مدينة من مدن الدولة ممكن تقوم بدور العاصمة؟ لا طبعا يا مستر، هناك عوامل يتوقف عليها اختيار العاصمة. تاني، عوامل يتوقف عليها اختيار العاصمة. طيب السؤال، ما هي العوامل التي يمكن أن تتوفر في المدينة لكي تصبح عاصمة الدولة؟ تعالوا نبدأ مع بعض. أولاً العامل التاريخي، نرجع لخرائط منصة البث المباشر واللي هتبقى موجودة مع حضرتك طول السنة، اللي هتقدر تستنتج منها نواتج تعلم متميزة جداً جداً. هنقول العامل التاريخي، نبدأ بفكرة العامل التاريخي. هناك مدن، بعض المدن اكتسبت أهميتها كعاصمة نتيجة لأهميتها التاريخية. نقول تاني المعلومة، مدن كثيرة على مستوى العالم اكتسبت أهميتها كعاصمة نتيجة لأهميتها التاريخية، وقد يقال عليها قدام شوية فكرة عاصمة قديمة. مين يا مستر؟ عندك روما عاصمة إيطاليا، كلنا عارفين الإمبراطورية الرومانية. طبعا القاهرة عاصمة مصر، منذ أسس طبعا المعز لدين الله الفاطمي القاهرة في عصر الدولة الفاطمية، وهي إلى الآن عاصمة مصر، المدينة التاريخية الأشهر. طبعا واحد يقول يا مستر، طب ما أنا عندي مثلا مدن تاريخية كتيرة زي الإسكندرية وزي مثلا الأقصر كمدينة مشهورة جدا من أيام الفراعنة، طيب ليه أنت هنا بتقول القاهرة؟ القاهرة يا أولاد فيها عمق جميل جدا جدا هنتعرف عليه لما نشوف الأربع أبعاد، هتعرف أن تجمع فيها الأربع عوامل. يبقى أول العوامل التي يتوقف عليها اختيار مدينة لتصبح عاصمة العامل التاريخي. طيب مثال، عندي إيطاليا، عاصمة إيطاليا مين؟ روما. طيب عند القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، عاصمتنا المميزة تعتبر عاصمة تاريخية. طيب يبقى إذن أول العوامل الذي يتوقف عليها اختيار عاصمة ما لدولة هو العامل التاريخي. يبقى أنا هنا بختار العاصمة على بعد إيه يا أولاد؟ البعد التاريخي. المثال مين؟ إيطاليا. وخليك معايا بقى، إيطاليا دي في قارة مين؟ في قارة أوروبا، من العالم الإيه؟ من العالم القديم. تقع فين؟ في الركن الشمالي الشرقي من العالم. نواتج تعلم مميزة جدا جدا تقدر تبني عليها مجموعة من الأسئلة. طيب نروح للعاصمة الثانية وهي القاهرة. معظم العواصم التاريخية موجودة فين؟ في الركن الشمالي الشرقي من العالم. يعني انت لو جيت تفكر معظم عواصمنا التاريخية موجودة بالفعل في الركن الشمالي الشرقي من العالم. طيب تعال بقى ركز معايا جدا جدا جدا، حضرتك بعد إذن حضرتك هات كشكول المنصة اللي هتبدأ تدون فيه نواتج التعلم. هنقف شوية مع كلمة سهولة الوصول. طيب العوامل التي يتوقف عليها اختيار مدينة ما لتصبح عاصمة، العامل الثاني سهولة الوصول. عادة يتم اختيار عاصمة أو كثيرا من عواصم العالم على ضوء سهولة الوصول بين العاصمة وبقية أجزاء الدولة. نكرر، يتم اختيار كثيرا من عواصم العالم في ضوء سهولة الوصول بين العاصمة وبقية أجزاء الدولة. عندي مثال، مدريد عاصمة أسبانيا،
بص حضرتك على الخريطة اللي قدام عينيك، ادي مدريد مدينة تعتبر من المدن الجميلة جدا في اسبانيا، وهي العاصمة لاسبانيا. طب تعال نشوف كده، هنعمل مع بعض حاجة كده، عاوزين ايه؟ نتعود ازاي نطلع نواتج تعلم مميزة، ازاي نفهم نواتج تعلمنا المميزة من خريطة العالم السياسية، ولو خدنا دولة. طيب بص حضرتك معايا، حضرتك هنا لما بدأنا نعمل خطوط كخطوط سكك حديدية، كخطوط نقل من أسبانيا أو من مدريد لأي منطقة في أسبانيا، أي منطقة أيا كانت المنطقة، منطقة داخلية أو منطقة ساحلية، لاحظ معايا. وده بيفكرني يا أولاد سؤال جميل كان موجود في امتحان 2022، جاب لي شكل تخطيطي كده وحط لي مجموعة مدن كان أقرب للشكل اللي أنا عامله لحضرتك، وحط لي هنا مجموعة، يعني مثلا قال لي سين صاد عين لام، مين الأنسب لأن تكون عاصمة؟ هيكون الجزء ده، وهنعرف ليه في السمات. يبقى إذن يتم اختيار كثيرا من عواصم العالم في ضوء سهولة الوصول. سهولة الوصول بين مين؟ بين العاصمة وبقية أجزاء الإيه؟ الدولة. المثال مدريد عاصمة أسبانيا، أو يكون موقعها على نهر ملاحي. وهنا في كلمة موقعها على نهر ملاحي، طب ما القاهرة يا مستر على نهر ملاحي، وهنا تتشابه مع مين؟ مع مدينة الخرطوم عاصمة السودان. طيب لا أقدر أقول أن الخرطوم مدينة تاريخية؟ طبعا لا، إحنا عارفين ودرسنا كلام ده في التاريخ، أن اللي أسس الخرطوم، تم تأسيس الخرطوم عند في عصر محمد علي لما الحكم المصري وصل إلى بلاد السودان. إذا مدينة عمرها 200 سنة مش هسويها بمدن عمرها يفوق الألف عام. يبقى اذا هنا بنقول، ويمكن كان في سؤال جميل جدا في امتحان 2022 قال لي تتشابه الرياض عاصمه المملكه العربيه السعوديه مع الخرطوم عاصمه السودان في انهما، وجاب لي في الاختيار وقوعهم على نهر ملاحي. طيب لو الخرطوم على نهر ملاحي، الرياض مش على نهر ملاحي، لكن كلاهما ذات عمق داخلي، مدن داخليه عندها ما يسمى بالحمايه والامن، وهنعرف الفكره دلوقتي حالا، فكره الحمايه والامن بتتحقق ازاي مع العاصمه. يبقى يكون موقع العاصمه على نهر ملاحي كالخرطوم عاصمه السودان اللي هي موجوده على نهر النيل، او تقع على ساحل بحار او محيطات. ركز كده معايا وبص حضرتك، دي مين يا مستر؟ دي نواكشوط. نواكشوط دي مين؟ عاصمه موريتانيا. عاصمه موريتانيا على المحيط الاطلنطي، وهنا اقدر اقول لك انها تتشابه مع اي مدينه ساحليه تقوم بدور العاصمه، يعني اي عاصمه ساحليه على طول اعرف ان هي زي نواكشوط عاصمه موريتانيا. اي مدينه داخليه فيها عمق حمايه وامان اعرف انها زي مدريد عاصمه اسبانيا. مدينه تقع على نهر مهم زي نهر النيل القاهره والخرطوم، ابقى اتكلم ان انت هنا مثل الخرطوم. طيب تعال بقى معايا كده وركز عشان نتعرف على البعد الثالث من عوامل اختيار العاصمة، الحماية والدفاع. عاوزك تركز معايا شوية في كلمة الحماية والدفاع، وقدام شوية لما هندرس أشكال الدول وهنعرف يعني إيه دولة منتظمة ويعني إيه دولة مستطيلة ويعني إيه دولة مجزأة، الوضع هيبقى أقرب وهيبقى أكثر فهما. بعض الدول تحاول أن تكون عاصمتها بعيدة عن الحدود. بعيدة عن مين؟ بعيدة عن الحدود. ليه؟ لما تكون العاصمة بعيدة عن الحدود هيديها عمق جغرافي. هيديها ايه يا مستر؟ عمق جغرافي. العمق الجغرافي هنا يعني ايه يا مستر عمق جغرافي؟ نرجع للشريحة السابقة، تمام؟ العمق الجغرافي زي مين؟ بص حضرتك أنا هغير اللون عشان تفهم معايا كويس جدا جدا مقصود كلمة العمق الجغرافي هنا. المدينة دي اللي هي مدريد، المدينة فين؟ داخل أسبانيا. إذا في عمق جغرافي. طيب نواكشوط، تعالى كده معايا، المدينة نواكشوط موجودة فين؟ موجودة في موريتانيا على الساحل. طب هل نواكشوط فيها عمق جغرافي؟ هل نواكشوط مثلا موجودة هنا كده؟ لو نواكشوط موجودة هنا أو لو المنطقة اللي أنا علمت عليها هي العاصمة أقول لك إن في عمق جغرافي، لكن دي مدينة ساحلية تفتقد للحماية والدفاع اللي هي العنصر ده. طب تعالوا بقى نركز مع بعض. عاصمة تركيا. قديما كانت عاصمة تركيا اسطنبول. اسطنبول مدينة، بص ركز معايا كويس كده، ادي مدينة اسطنبول، هعلم لحضرتك وفهمك. موجودة فين؟ على مضيق البوسفور والدردنيل. وكان هناك مشاكل كتيرة حضرتك هتتطرق لها في التاريخ وتطرقت لجزء منها ما بين الدولة العثمانية، تمام، واللي هي الروسي. طيب حضرتك اسطنبول دي مدينة ساحلية، تمام، وكان في خلافات مع المنطقة والمنطقة دي كلها كانت على صفيح ساحل. إذا هنا المدينة مش أمان. خلي بالك سقوط العاصمة بيعني سقوط الدولة.
نركز تاني كده، سقوط العاصمة بيعني سقوط الدولة. يبقى العاصمة القديمة كانت مين؟ اسطنبول. فاكرين السؤال اللي عرضناه معاكم التمهيدي، وقلنا ان محمد علي قال لا اريد بوسفورا في مصر. ولادنا كانوا ساعتها بيسالوا يا مستر ايه مضيق البوسفور او ايه هو البوسفور؟ اقول لك ظهر قدام عينينا اهو، ادي المضيق اللي كان مقصود بيه، ادي مضيق البوسفور. اذا في ملاحه عالميه هتتحرك هنا، في ملاحه عالميه، تعالى معايا كده نشوف كده، هنتحرك اهو، انا هتحرك في الاتجاه ده. فكده الملاحه دي ايه؟ نظام عالمي، ممرات دوليه يبقى ايه؟ نظام عالمي. طيب نرجع لفكرتنا، احنا بنقول ايه؟ ان لازم يا اولاد تتعودوا الجزئيه دي، اتعود مع منصه البث المباشر فكره الربط ما بين الدروس، فكره ان ما فيش سؤال بيكون موجود في درس واحد، لا بالعكس، انت لازم تتعلم يعني ايه نواتج تعلم، تتعلم يعني ايه تربط ما بين الدروس وبعضها البعض عشان تكون هنقول فاهم مش حافظ. لان عندي معلومه جميله جدا، انتهى زمن الحفظ الى الابد، نكرر انتهى زمن الحفظ الى الابد. طيب تمام، يبقى هنا بتقول أنقرة، أنقرة اللي هي عاصمة تركيا الحالية. تعال نركز مع بعض، تركيا كانت عاصمتها مين؟ اسطنبول. تركيا كانت عاصمتها مين؟ اسطنبول. طيب تركيا كانت عاصمتها اسطنبول، دي مدينة موجودة على الساحل تفتقد لعنصر الحماية، يعني ما هياش ده مدينة في ذات البعد بتاع الحماية. طيب هنا الدولة خافت فنقلت مين؟ نقلت للداخل. أنا لنا معلومة جميلة جدا، يعني جملة جميلة جدا هقول لك حاول تفهمها معانا. تركيا نقلت العاصمه منين؟ منين؟ من الساحل للداخل او من الخارج للداخل، تمام؟ وهنعرف طب ليه؟ لانها غلبت البعد الامني. يبقى اذا هنا دوله تركيا دوله غلبت البعد الامني، وبالتالي قامت بنقل العاصمه القديمه اللي هي مدينه اسطنبول من الساحل، من على الساحل، من عند طبعا منطقه مضيق البوسفور الى الداخل اللي هي مدينه انقره. طيب العنصر الرابع، العامل الرابع، عامل السيادة القومية. يبقى لو جينا كده في خريطة ذهنية جميلة، تعال نقول أربع عوامل تتحكم في اختيار العاصمة، أربع عوامل بتلعب دور في اختيار العاصمة. مين الأربع عوامل؟ قلنا العامل التاريخي، مثالك على طول اكتب أمثلتك في كشكول المنصة، هنقول روما وهنقول القاهرة. طيب العامل الثاني، قلنا عندنا عامل مهم جدا يا مستر وهو عامل سهولة الوصول. طيب سهولة الوصول، سهولة الوصول زي مين؟ ارجع كده معايا بسرعة، اتفرج كده على الخريطة. سهولة الوصول عندي مدينة مدريد عاصمة اسبانيا، سهل جدا الوصول لانها موجودة في داخل الدولة وكل الطرق تتصل اليها بمنتهى البساطة. مدينة كالخرطوم عاصمة السودان التي تقع على نهر النيل، نهر ملاحي عالمي طبعا وكلنا عارفينه. طبعا هنا بتقول كمان مدينة زي مدينة نواكشوط الساحلية. يبقى إذا أي مدينة، أي عاصمة ساحلية، أي عاصمة تقع على ساحل بحر أو محيط، اعرف إنها تتشابه مع عاصمة موريتانيا. أي عاصمة يجي لك كده، ما خلي بالك شغل دماغك بنواتج تعلم، يجيب لك اسم عاصمة أنت ما درستهاش واسم دولة أنت ما درستهاش والعاصمة موجودة على اسم نهر أنت ما درستهوش، بس هيسألك زي مين؟ أنت سمعت دي فين؟ سمعت كلمة إن العاصمة تقع على نهر فين؟ في الخرطوم عاصمة السودان. يبقى إذا عندنا الحماية والدفاع، شفنا المثال اسطنبول وأنقرة. تعال بقى نحلل البعد الرابع، العامل الرابع من عوامل اختيار العاصمة، مدينة تصبح عاصمة لماذا؟ لأنها مدينة قومية. استنى يا مستر، إيه السيادة القومية؟ الدول متعددة القوميات. لما تفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول زي ما قلنا قبل كده في الحصة الأولى، عندنا 15 دولة، دول كتيرة جدا جدا، فهنا ظهرت قوميات، تمام؟ طيب لما نيجي نقول تحرص الدول متعددة القوميات أن تكون العاصمة ضمن منطقة القوميات الكبرى، بمعنى يعني موسكو عاصمة روسيا، في سلاله هناك اسمها السلاله السلافيه اللي هي الروس، تمام؟ حضرتك هي السلاله الاكبر والاكثر، وهي موجوده فين؟ هنا، خليك معايا، هنا كده بالظبط، في هنا حته في مدينه موسكو، فاصبحت موسكو عاصمه روسيا، يعني موسكو مش في وسط روسيا زي ما احنا عارفين. موسكو مثلا مش موجوده على الساحل الشرقي اللي هو الاهم بالنسبه لروسيا، لان احنا عارفين ان الساحل الشمالي تعتبر اهميته محدوده جدا جدا، بل يكاد تنعدم اهميته لوجوده في منطقه بارده، ولكن عاصمه روسيا بص حضرتك موسكو. ليه موسكو تم اختيارها عاصمه لروسيا؟ هنقول لانها تحتوي على القوميه الاكبر. وهنا بيحضرنا سؤال جميل جدا يا اولاد،
بيجي لنا اسئله رقميه، والجغرافيا ماده جميله جدا، ماده شيقه جدا، ماده تعتمد على الفهم وليس الحفظ. بمعنى يا مستر ان من الممكن ابص الاقي السؤال جدول ومحلل يقول لي مدينه الف ب ج د ويديني ارقام. يعني مثلا لو قال لي دوله متعدده القوميات، تمام، القوميه الف تمثل مثلا 5% من سكانها، القوميه ب تمثل مثلا 20% من سكانها، القوميه ج تمثل حوالي 60% من سكانها، القوميه د تمثل مثلا 30% من سكان. اذا الاقرب لان تكون عاصمه اكيد الاكثر تمثيلا وهي القوميه اللي كانت ب 60%. وهنا احرص دائما على حل اسئله من النوع ده، الاسئله اللي فيها اسئله رقميه بتخليك، وهنعلمك كويس جدا جدا لما ندخل في المقاومات الطبيعيه هتكون عندنا العديد من الاسئله اللي بهذا الشكل، وكمان حتى على اشكال بيانيه. طيب تمام كده اتعرفنا في خريطه ذهنيه بسرعه كده أربع عوامل مسؤولة عن اختيار العاصمة، أربع عوامل بتتحكم في اختيار عاصمة أي دولة على مستوى العالم. نكرر، هناك أربعة عوامل تتحكم في اختيار عاصمة أي دولة على مستوى العالم. نقولهم تاني العوامل دي يا مستر، قلنا العامل التاريخي على طول، قول لي مثال ما تقفش. المثال عندي روما عاصمة إيطاليا، مصر القاهرة عاصمة مصر. طيب عامل سهولة الوصول عندي ثلاث أمثلة، مدريد في اسبانيا، الخرطوم مدينه تقع على نهر ملاحي في السودان، طبعا نواكشوط عاصمه موريتانيا. اتكلمنا عن السياده القوميه، نقول كده من غير ترتيب زي ما احنا اتكلمنا، السياده القوميه عندي احنا قلنا روسيا، روسيا عاصمتها موسكو اللي هي السلاله الاكبر السلاله السلافيه. اذا اربع عوامل، البعد التاريخي، الحماية والأمن زي ما أنقرة نقلت العاصمة من الساحل إلى الداخل لتحقيق عنصر الحماية والأمن، السيادة القومية، سهولة الوصول، كل مرة قلنا بترتيب مختلف. طب تعالوا بقى نحلل مع بعض سمات العاصمة يا مستر. يعني إيه سمات أساسا؟ سمات العاصمة الخصائص اللي بتميز العاصمة كمدينة تختلف عن أي مدينة في الدولة. تاني السمات اللي بتميز العاصمة، إيه هي سمات العاصمة؟ سمات العاصمة هي مركز للحكم والإدارة، هي مركز للحكم والإدارة، وتضم حشدا للقوى السياسية. ارجع لتعريف العاصمة، تمام، لما قلنا ان العاصمة هي المدينة التي تستقر فيها الدولة. يا مستر ايه الدولة؟ يعني ايه ان انت بتقول لي مدينة تستقر فيها الدولة؟ يعني ايه المفهوم؟ الدولة هنا مقصود بقى سلطاتها الثلاثة يا اولاد، اللي هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. يبقى إذن مركز للحكم والإدارة، وتضم حشدا للقوى السياسية، مركز للقوة والسلطة في الدولة. ليه؟ حتى تتمكن من بسط سلطاتها أو سلطانها على كل أجزاء الدولة. العاصمة يا أولاد هي مركز القوة، مركز السلطة بالنسبة للدولة، هي الأساس، هي بالظبط كده القلب، القلب النابض للدولة، تمام؟ يعني تقدر تسيطر على جميع أجزاء الدولة بما فيها الأجزاء الهامشية. يا مستر يعني إيه أجزاء هامشية؟ الأجزاء التي تقع على أطراف الدولة. تاني نتفرج مع بعض ما هي سمات العاصمة، نسمع مع بعض مرة تانية. قلنا واحد، مركز للحكم والإدارة وتضم حشدا للقوى السياسية، مركز للقوة والسلطة، قوة الدولة في عاصمتها، حتى تتمكن من بسط سلطانها على كل أجزاء الدولة بما في ذلك المناطق الهامشية. طيب حلقة اتصال الدولة بالعالم الخارجي، تعال بقى نركز مع بعض. أي حد، أي واحد مسافر من مصر كده ومسافر لأي دولة، يطلع منين يا أولاد؟ من مطار القاهرة، تمام؟ بمعنى اتصال الدولة بالعالم الخارجي، أي رئيس دولة جاي يزور جزر مصر ينزل على العاصمة، يتم استقباله استقبال رسمي في العاصمة، يبقى حلقة اتصال الدولة والعالم الخارجي. مركز ثقافة الدولة، تعال اما اسالكم كده يا اولاد مجموعة اسئلة وجاوبوني. الجامعات الكبرى القاهرة، الاسماء الكبرى القاهرة، تمام. طيب المؤسسات الكبرى زي المسارح، زي دار الاوبرا، الحاجات الثقافية، مركز ثقافة الدولة يا اولاد في القاهرة، تمام. بتشوف انت، كلنا عارفين المعرض الدولي، معرض القاهره الدولي للكتاب، ويعد من اكثر المعارض اللي هي الكتب في على مستوى العالم، وله اسم كبير جدا جدا، ويعتبر من الايفنتات اللي هي الثقافيه العالميه. طيب تقع عاده في ملتقى طرق النقل والمواصلات بالدوله، بيفكرك بايه ده؟ تعالى كده معايا شوف، اما اقول لك بيفكرك بايه، شايف الشكل ده؟
هو ده اللي احنا نقصده هنا برضو. ده كان موجود سؤال يا اولاد في مره من المرات كده في امتحان من امتحانات ثانويه عامه، شكل ظريف كده راح جايب لي شكل تخطيطي وسالني مين العاصمه. طب انا هستعين بالفكره برضو حضرتك قدام عينيا، وهنحاول ان احنا نشتغل السؤال مع بعض عملي. لو انا حضرتك عملت كده، وادي مجموعه طرق، ركز معايا كويس جدا جدا جدا، عملت مجموعه طرق بالظبط كده بالشكل ده، تمام، وبدات احدد مناطق نقط معينه. النقط ديت مثلا ادي مدينه هنا بالشكل ده ونسميها المدينه الف، تمام، ادي مدينه هنا بالشكل ده ونسميها المدينه ب، تمام، ادي مدينه هنا بالشكل ده ونسميها المدينه ج، تمام، وادي مدينه تانية في الجزء ده كده بالظبط ونسميها المدينه د، وحطينا ارقام. وقلت لك من وجهة نظرك انت بقى فكر وحلل كده وركز معايا، مين المدينة التي تصلح لكي تكون عاصمة الدولة التي امامك؟ مين المدينة اللي تنفع تكون هي العاصمة للدولة؟ على طول هختار المدينة جيم. ليه مستر؟ لانها هتحقق معايا البعد ده، هتحقق معايا فكرة ايه؟ انها تقع في ملتقى طرق النقل والمواصلات بالدولة. تاني نقول مع بعض، احنا عندنا سمات الدولة، مركز للحكم والإدارة وتضم حشدا للقوى السياسية ومركز للقوة والسلطة في الدولة حتى تتمكن من بسط سلطانها على كل أجزاء الدولة بما فيها المناطق الهامشية. حلقة اتصال الدولة بين الدولة والعالم الخارجي، حلقة اتصال بين الدولة والعالم الخارجي، طبعا ده دايما بيكون من عاصمة الدولة. المركز الثقافي للدولة، ثقافة دولتنا كلها في عاصمتنا يا أولاد القاهرة، تقع عادة في ملتقى طرق النقل والمواصلات. طب ما تيجي نقول مع بعض كده سؤال سؤال مقالي. بدراستك لسمات العاصمة، هل تنطبق فكرة اختيار العاصمة وفقا لمفهوم سمات العاصمة على القاهرة؟ هتبص حضرتك النقاط الخمسة اللي قدام عينك بيتحققوا في مدينة القاهرة. طب لو رحنا للايه؟ للعوامل، عوامل اختيار العاصمة. احنا قلنا ان القاهرة عاصمة ايه؟ تاريخية. القاهرة عاصمة تاريخية؟ القاهرة عاصمة تاريخية. ما هي برضو يا مستر عاصمة تتمتع بالامن والحماية. ليه؟ لان لما تيجي تبص على مدينة القاهرة وفقا برضو، تعال معايا على الخريطة الاولى الجميلة دي، وفقا برضو للجزء ده، انا عندي مدينة داخلية فيها عمق جغرافي جميل، وبالتالي تبقى حماية وامن. كمان حلقة اتصال الدولة بالعالم الخارجي. هسألك اسئلة جميلة جدا. اشهر طرق مصر، القاهرة الإسكندرية، القاهرة دمياط، القاهرة بورسعيد، القاهرة أسيوط، القاهرة أسوان، القاهرة الغردقة. حلقة اتصال الدولة بالعالم الخارجي عشان مطار القاهرة وملتقى طرق الدولة. إذن كل سمات العاصمة تنطبق على مدينة القاهرة. طيب تعالوا نعمل تصنيف للعاصمة، نركز كده مع بعض، تعالوا نعمل تصنيف للعاصمة. قبل ما نقول تصنيف العاصمة، تعال بقى نشوف يا أولاد حاجة جميلة جدا، العواصم وتصنيفاتها على الخريطة. احنا عندنا السيادة القومية فين؟ السيادة القومية، ركز يا ريت سكرين للخريطة الجميلة ديت، وكمان استعين بيها لما تنزل حضرتك تشوف الحصة، واللينك هيبقى موجود مع حضرتك. مجموعة العواصم اللي تم ذكرها وفقا لفكرتك، تمام؟ السيادة القومية مصر. طيب المدن التاريخية القديمة اللي هي لعبت دور عواصم، قاهرة، روما، لندن، باريس. يعني هنزود كمان على القاهرة وروما، لندن وباريس، وهنعرف دلوقتي. طيب في أولاد تعالى بقى معايا، عواصم جديدة، يعني عواصم مستحدثة، عواصم ما كانتش موجودة، احنا هنقول الدولة استحدثت العاصمة. تعالى بقى نشوف، هنصنف العواصم. عواصم قديمة هي العواصم التي ظلت لقرون عديدة مركزا اقتصاديا وثقافيا رئيسيا في الدولة. نقول تاني، العواصم القديمة لقرون عديدة، انت بتتكلم قاهرة من بداية نشأة مدينة القاهرة وهي من عصر الدولة الفاطمية، مرت بقرون وعصور عديدة. شوف حضرتك، فاطمية، أيوبية، مملوكية، عثمانية، ثم بعد كده عصر أسرة محمد علي، ثم حضرتك النهاردة احنا في العصر الجمهوري من بداية ثورة 23 يوليو، وحتى الآن والقاهرة هي عاصمة مصر.
يبقى مدينة ظلت لقرون عديدة مركز اقتصادي وثقافي رئيسي في الدولة. عندي القاهرة عاصمة مصر، باريس عاصمة طبعا فرنسا، لندن عاصمة انجلترا المملكة المتحدة، طبعا روما عاصمة ايطاليا. تعالوا شوف يعني فصل الألوان الجميل ده، تعال نتفرج. القاهرة، هنروح لدولتنا القاهرة عاصمة مصر يا مصر. طيب لندن هنتفرج ونشوف ونروح للعاصمة بتاعت المملكة المتحدة. طيب باريس، بص العاصمة اللي باللون الأخضر، هروح للدولة اللي واخدة اللون الأخضر اللي هي عاصمة فرنسا. طيب روما، هروح بسرعة على إيطاليا اللي هي اللي طبعا عاصمتها روما. يبقى أربع عواصم تاريخية قديمة، يعني هي عواصم قديمة بمعنى هي العواصم التي ظلت لقرون عديدة مركزا اقتصاديا وثقافيا رئيسيا في الدولة. يعني يا مستر ينفع أقول عليها عواصم قديمة وينفع أصنفها في التصنيف التاريخي اللي حضرتك قلته لي في الأول؟ طبعا. طيب العواصم المستحدثة، ويا ريت نركز جدا 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 في الجزئية دي. عواصم مستحدثة يعني عواصم جديدة، يعني الدولة قررت، بعض حكومات الدول إنها تنقل العاصمة من أماكنها إلى مدن أخرى لسبب أو لآخر. فتعال نشوف الثلاث أمثلة، تعال نشوف الثلاث أمثلة. المثال الأول عندي اليابان. اليابان كانت عاصمة اليابان مدينة داخلية، احنا كلنا عارفين ان اليابان، وهنعرف ده ان شاء الله في الدرس الجاي كأشكال، او الدرس القادم بإذن الله أشكال الدول، كانت مدينة كيوتو الداخلية، مدينة داخلية، مدينة تقع داخل، احنا عارفين يا اولاد اليابان اربع جزر رئيسية علاوة على جزر صغيرة كتيرة جدا. هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو. طيب في جزيرة هونشو كانت في مدينة داخلية بتلعب دور العاصمة قديما، تمام؟ تم نقل العاصمة إلى مدينة ساحلية. إذا يا مستر يبقى هي هنا غلبت البعد الاقتصادي ولا غلبت البعد الأمني؟ لا، ده هي كانت متأمنة جدا وكانت عاصمة داخلية. إذا هنا لما نقلت على الساحل، مدينة على المحيط الإيه الهادي، مدينة. طبعا أنت عارف إن اليابان من أكبر الدول في صناعة التكنولوجيا في العالم، فهي عاوزة العاصمة تكون مدينة سهل اتصالها بالعالم الإيه الخارجي. طيب تمام، تعالوا لمثال تاني، تعالوا لمثال تاني ونحاول نقرب. ما انت قلت لي يا مستر في بداية الحصة ان عندي مدينة او عندي تركيا غيرت عاصمتها. طيب هنا لما المدينة اللي عندنا نيجيريا، نيجيريا يا اولاد ركز معايا، نيجيريا ماشي كانت العاصمة القديمة بتاعتها، نقلت العاصمة من مدينة لاجوس. مدينة لاجوس كانت على المحيط الأطلنطي، يعني مدينة ساحلية. يبقى إذا يعني هنقول إيه؟ العاصمة القديمة لنيجيريا كانت تفتقد لعامل الأمن والحماية، يعني ما كانتش مدينة طبعًا داخلية وما كانتش فيها عمق جغرافي. طيب نقلنا العاصمة من المدينة الساحلية اللي هي لاجوس المدينة القديمة إلى مدينة أبوجا الداخلية. يبقى ركز معايا كده هنا، تعالى معايا، نيجيريا تشابهت مع مين؟ برافو عليك، سامع واحد بيقول لي تركيا، تمام. يبقى نيجيريا تشابهت مع تركيا. ليه؟ لأن نيجيريا نقلت العاصمة من مدينة ساحلية لمدينة داخلية. طيب اليابان، لا بعد تاني خالص، نقلت العاصمة من مدينة داخلية لمدينة ساحلية. إذا هنا بتقول عندها الريسك، عندها إنها عاوزة مدينة تبقى على المحيط الهادي، مصدر حياة، تجارة طبعًا، ومركز حضاري. خلي بالك من كلمة مركز حضاري دي يا ولاد، لأن ناس كتيرة بتغفلها. يعني مركز حضاري موجود على ساحل المحيط الهادي، يعني ناحية اثنوغرافية، إلى جانب إنها مركز تجاري، يعني مركز تجاري ومركز حضاري. لأن إحنا سبق وقلنا، واكتب اللي هتقوله تاني، أربع مصطلحات هتقابلني طول دراستي للجغرافيا السياسية. العامل الاثنوغرافي، الاثنوغرافي هنا يا مستر اللي هي الحضاري، اللغة والدين. الديموغرافي السكان، المورفولوجي الشكل والمساحة، الايديولوجي وده اللي هو الفكري زي الصراع الايديولوجي المشهور ما بين الشيوعية والرأسمالية. يبقى احنا اتعودنا واتعرفنا على كلمة العاصمة، وعرفنا ان العاصمة هي عبارة عن القلب النابض للدولة، وان العاصمة لها انواع متعددة طبعا، وعرفنا ازاي نقدر نفرق ما بين العاصمة التاريخية، العاصمة التاريخية تمام، وعرفنا ازاي نفرق ما بين العاصمة اللي فيها بعد البعد الأمني وبعد الحماية.
كنت معاكم بإذن الله دائما كل يوم خميس مستر أيمن رضا. كل الشكر والتقدير لفريق منصة البث المباشر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.